بجدد تحية لكل مشاهدي مريم تي في بحلقتنا راوند اب الاقتصاد، وبننتقل لفقرة ضيف الأسبوع. بسرنا اليوم رحب بنقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين بلبنان الأستاذ وليد موسى لنحكي معه عن الصرخة اللي أطلقها بالغداء على شرف الإعلاميين مؤخرا، طلبت برؤية جديدة لقطاع العقاري وطلبت بإلغاء الضرائب. بدنا تحطنا شوي بجو هالمطالبة، يعني شو قصدك برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري؟ من شو بتتكون؟ شو هي الرؤية اللي عم تحكي عنه؟ حتى نرجع ننتقل عن إلغاء الضرائب. أول شيء بتشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا. وبتشكرك إنك على طول عم تتابع الأمور الحياتية والإنسانية والعقارية والاقتصادية. اليوم بالمؤتمر اللي كرمنا فيه الإعلام والصحافة بلبنان، أكيد أطلقنا صرخة، وهي الأزمة الحادة والانفجار الآتي اللي هو الانفجار السكني. اليوم نحن بحالة صعبة جدا. مثل ما بتعرفي الأسعار صارت كلها بعد ما انخفضت لحد 50 يعني معدل 50%، نحن اليوم باستحالة لكل شاب شابة أم شاب لبناني أم أي شخص لبناني أنه يشتري أم يستأجر شقة بالدولار الأمريكاني. نعم. انخفضت الأسعار مزبوط، بس بعدها بالدولار، ودولار ما فيه، كروت سكنية ما فيه، نعم، مساعدات اجتماعية ما فيه، في غياب تام لدور الدولة. نعم. هلأ أنا بفهم اليوم الأولويات موجودة يمكن بالمحروقات وبالخبز بالأمور الأساسية اللي ما عم نقدر نأمنها، وبعض المناطق ما فيها كهرباء اليوم، مش ساعة وساعتين مثل ما شفنا هاليومين، وفي بعض المناطق ما فيها كهرباء بالمرة. صحيح. بقى الأولويات عم تطغي إذا بدك على الأمور الأساسية مثل السكن. نعم. واليوم إذا شاب بده يتجوز ما بعرف كيف بده يستأجر شقة، أو ما بعرف كيف بده يشتري شقة نعم. بغياب أي مبادرة أو مساعدة تنقدر نلاقي اذا بدك حلول سكنيه اسكنيه. اول شيء انا حكيت عن وزاره الاسكان، انه لازم يكون في وزاره للاسكان اللي لغيت بالعام 2000 لاسباب مجهوله نوعا ما، لانه كان في بيقولوا انه كان فيها اكتشفوا بعض الامور اللي فيها فساد، وكان فيها يعني ما كان فيها يعني مهم وجودها برأيك انه لازم تنعمل. يعني اذا كان فيها فساد الوزاره ما بنلغيها، بنشيل الفاسدين. وما معقول انه يكون في وزاره مهجرين اليوم وما في وزاره اسكان بازمه سكنيه حاده مثل اللي عم نعيشها، وقلنا كذا سنه بنقول ومبلغ الموضوع. ليه بدنا وزاره اسكان؟ وزاره اسكان اليوم بتجي بتحط خطه سكنيه اسكانيه طويله المدى، بتقوم هي يمكن حتى ببعض المشاريع عبر الاراضي اللي بتمتلكها الدوله اللبنانيه. بتعمل بتشتغل على مشاريع قوانين بحفزه وبيشجعه على القطاع الخاص انه يقوم هو بتطوير منازل بالاسعار المعقوله. وهون اللي كنت عم تساليني عنه، في بعطي امثله شو بنقدر نعمل اليوم. فينا مثلا نلغي رسم التسجيل ل اذا المبالغ الشقق اللي بتكون منخفضه، يعني تحت ال 75000 دولار. عم نعرف اليوم عم يشتري شقه يمكن تحت 75000 دولار، اكيد بكون قد حاله عم يشتري شقة بس تيقدر يكون عنده سقف فوق راسه. هيدي من بعد ما انخفضت الأسعار 100%. نعم. فينا نلغي الرسوم الجمركية على مواد البناء اللي بيستعملها المطور اللي بده يبني المنازل بالأسعار المعقولة. نعم. يعني اليوم بنقول له للمطور، إذا أنت رح تبني منازل بالأسعار المعقولة بهالكرايتيرياز بهالمواصفات مثل ما الدولة أكيد بتكون حاطتهم، نحن بنلغي لك الضرايب على مواد البناء. نعم. شلنا كوست على المطور. هيدا نوع من حوافز اكيد، لانه اليوم الدوله مستحيل تقدر تدعم بشكل مباشر، عم ننبش على الامور الغير مباشره اللي بتقدر تحفز وتشجع المطور يجي يطور بالاسعار المعقوله. ومثلا زياده الاستثمار اليوم ببعض المناطق، عامل الاستثمار بالبناء. يعني بدل ما يكون بيقدر يطور مثلا بعقار 1000 متر 500 متر، بيقدر يصير يطور يمكن 700 750. بهالشكل بيقدر يربح مصاري اكثر المطور، وبيقدر يبيع بالاسعار المعقوله. في مثل ما انا قلت
انه ما ضروري نرجع نحن نعيد اختراع العجله يعني الدولاب، في مخترعينه قبلنا وفي عده امثله بالخارج فينا نتعلم منهم ونجرب نشوف كيف فينا يعني بتعلمنا منهم كيف نقدر نطبقهم بالسوق اللبناني. كثير مهم نعرف انه هذا الموضوع كمان مش موجود بالشراء، عند الشراء موجود كمان بالايجار. بالايجار اليوم مين قادر يستاجر؟ اليوم نزل سعر العقار مزبوط، يعني تعطيك مثلا اذا كانت الشقه ب 1000 دولار وصارت اليوم ب 300 دولار يعني نزلت 70%، تمام؟ مين قادر يامن 300 دولار؟ بدك ناس قادره تشتري. 300 دولار 6 ملايين، عم بحكي بالايجار هلا. ما تدهورت القوه الشرائيه للناس. تدهورت، اختفت القوه الشرائيه، راحت العمله اللبنانيه ما عاد لها قيمه، وصار الموظف اللبناني عم بيقبض بالليره اللبنانيه انجا يكفوا مثل ما بيقولوا يا دوب يكفوا موتور وسوبر ماركت وما بعرف اذا بيوصل للمدارس، كيف بده يروح لهم فيهم على الشقه؟ كنت قلت حضرتك قبل شوي انه القطاع العقاري بطل اولويه هلا، بس نحن ما ننسى انه قديش انتم بتشغلوا ناس بالقطاع العقاري وقديش بتفيدوا الاقتصاد، يعني مفروض انه يكون في نظره للقطاع العقاري مختلفه. القطاع العقاري بيشغل فوق ال 70 مهدي بشكل مباشر وغير مباشر. وقتها بالمثل الفرنساوي الشهير اللي بنرجع بنكرره هو كان لو باتيما فا تو فا، وقت يروح البناء كله بيروح. صحيح. بقى اليوم هو اللي بيعطي ثقه للانسان. اكيد بيشغل مهن كثيره، وكمان اليوم بدي ارجع وزاره الاسكان. نعم. كمان نحن وقت اقول انا لازم يكون في كمان نظره جديده تنظيم المهن العقاريه، اليوم كمان نحن بعازي انه ننظم المهن العقاريه، اذا كان من مهنه الوساطه العقاريه والاستشارات العقاريه واداره الاملاك اللي نحن بنمثلها، اليوم ما في قانون ماشيين على الاجتهادات، ما في قانون بيحمي المستهلك ام بيحمي حق الوسيط. يعني اليوم اللي عم ياخذ من شيء مطور وتعثر هيدي ما في حدا يرقى. هون بنرجع بنتقل على قصه القانون اللي بيحمي الشاري، يعني اليوم المطورين العقاريين ما عندهم قانون بينظمهم ومثل اساسي لحمايه الشاري وقتها تشتري انت شقه قيد الانشاء بمشروع قيد الانشاء. هالدفعات اللي بتدفعيهم قبل ما يسلمك الشقه او يسجل لك اياها باسمك، في حال تعثر المطور صارت بالسابق كثير، واليوم بالحاله الاقتصاديه اللي عم يمر فيها البلد يعني طبيعي انها تصير، لانه اليوم انت كنت عم تدفعي له بالعمله اذا بدك على 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 1500، وام عم تدفعي له بالدولار الامريكاني الموجود بالمصارف اللي هو بيساوي 1/5 من الدولار الحقيقي، والمطور عايز الدولار الحقيقي تيعمر البنايه. اكواسيون مستحيله. بقى وقفت الورش، طيب اوكي المطور وقف ورشته واللي حط مصاري واللي دافع جنى عمره تيكون عنده شقه ويكون عنده سقف، شو بتعمل لمصرياته؟ وهون في نقطتين اساسيتين بينعملوا وهن بيقولوا له الضمان، مبلغ الضمان بالمصرف اللي هو الاسكرو اكاونت، بتدفع انت للمصرف والمصرف بجمد هذه الاموال ما بيعطيها للمطور، المطور وقت يسلمك شقتك بيستلم هذه الاموال، في حال عدم تسليم الشقه ترجع له هالمبالغ للشاري. اكيد في شروط الى 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 تنظيم معين يعني، بس هيدي تحمي الكل. الضمان الانشورنس اللي بتعمليه انت عند الرخصه اذا حطيتيه انت من المستلزمات انه يكون هو من الشروط عند طلب الرخصه عند المطور، في حال تعثر المطور لاي سبب من الاسباب المذكوره بيتم تسديد المبلغ للشاري، اعاده تسديد المبلغ للشاري وبنحميهم. في كثير عمل ينشغل فيه على طول، بتعرفي بالازمات اذا كان بالشركات ام اذا كان بالقطاع العام لازم واحد ينظم حاله. نحن اليوم بازمه كبيره لازم ننظم حالنا، نشوف شو ناقصنا، شو بيخلي انه يحملنا شبابنا ويشجعهم انه يستثمروا بلبنان، حتى المستثمر اليوم اللبناني اللي عايش برات لبنان، طيب اذا بدك تخليه يرجع يستثمر بالعقار بلبنان بدك تنظم القطاع، تنظيم القطاع شغله اساسيه، تنظيم المهن العقاريه شغله اساسيه، وهيدي مين بده يلعبها؟ اخر شيء هذا دور حدا بده يلعبه، وعشان هيك انا برجع بكرر وبقول وزاره الاسكان بتقوم بكل هذه الامور، اذا كانت خطه سكنيه او تنظيم مهن عقاريه كلها بدها تصير تحتها،
وبصير في تجانس وبصير في هذا القطاع منظم، واللي عم يشتري بيعرف حاله انه سكيور يعني مضمون. مضمون. استاذ وليد موسى، بدي اسالك بالنسبه لواقع القطاع العقاري، كنت عم تقول انه بالسنوات القادمه ما راح يكون في شغل. اكيد يعني ادمين على مرحله صعبه بالسنين السنين الجايه المقبله ما راح يكون في تطوير عقاري، على القليله ما راح يكون في تطوير عقاري للبنانيين. هلا معقول اذا تحسن الوضع بالبلد وصار في شويه تدفق اموال من برا يصير في تطوير عقاري للبنانيين غير مقيمين ام للمستثمرين الاجانب، بس للبنانيين المقيمين اليوم بالوضع اللي نحن فيه ما في تلاقي بين القدره الشرائيه تبع اللبناني المقيم ومع السعر سعر العقار، حتى لو نزلتيه على 70% لانه اليوم ما في قروض سكنيه وكله بالعمله الصعبه بالدولار. الله يساعد اللبناني، شو ناطره بالسنين الجايه؟ مشان هيك نحن عم نشوف كيف فينا نقوم مبادرات، كيف فينا نفكر. واكيد اليوم اذا بدك في بعض القروض المدعومه اللي بتجي من الصناديق اللي فيها تكون العربيه اما الاوروبيه، في واحد يشتغل عليها، وفي هيدي مع مؤسسه عامله اسكان ومع بنك الاسكان. بس هيدي اذا ما في ثقه وما في دوله فيها حكومه وفيها خطه وفيها رهبه وفيها نظام وفيها قوانين ما راح بقى يعطوكي مصاري. بقى مشان هيك نرجع بنقول لهم يا جماعه بنوا دوله، يا جماعه حطوا عقلكم براسكم تنرجع سوا نبني الثقه اللي بتخلي المساعدات ترجع تجينا، لانه نحن بلا المساعدات كمان رح تكون الامور كثير صعبه. كنتوا عم تطالبوا كمان بالغاء الضرائب، يعني قصدكم الضرائب اللي بتجي على المطورين العقاريين يعني مثل لا انا وقت كنت عم بحكي عن اذا بدك، وانا ما بقول بس الغاء الضرائب، انا بقول انه الغاء الضرائب ببعض المحلات بتكون للمساعده لتطوير المساكن بالاسعار المعقوله. يعني وقت قلت لك انا رفع الجمرك يعني الغاء الجمرك على المواد البناء اللي متخصصه تاثرت مواد البناء ما هيك بالازمه كاسعار؟ هلا اكيد اليوم اسعار عالميا مواد البناء ارتفعت. نعم. واليوم الجمرك بعده مثل ما انت بتعرفي على 1500 بس ما جاي ال 20000 جاي الزوده، ونحن بازمه سكنيه عم نستبق هذا الموضوع ونقول له المساعده. بقى وتقول انا الغاء الضرائب على المواد البناء للمشاريع اللي بدها تعمر بالاسعار المعقوله، اما كنت عم بحكي انا كمان فيها تكون على ارباح الشركات، مش ضروري الغائها بس كمان تخفيضها للشركات اللي بتطور بالاسعار المعقوله. يعني للشركه اليوم اذا اجت عمرت بسعر متدني بتسمح لبعض الشباب والمواطنين اللبنانيين انه يشتروا بهذه الاسعار، ما بنعمل لها ضرائب تشجعها انه تجي. اليوم الدوله ما عندها امكانيه هي بالمباشر انه تقوم بهالامور، مشان هيك نحن عم نطلب منها ببعض. يعني نحن ضد فكره انه لا الغوا الضرائب، لا الدوله لازم يكون في عندها ضرائب، بس ببعض القطاعات الدوله ما قادره هي تستثمر فيها اما تساعدها بالمباشر، مجبوره تخلق تشجع ويكون في تشجيع للقطاع الخاص انه يجي هو يقوم بهذه المشاريع. طيب كيف بتشجع؟ بدك تربح، لانه ما في اليوم ما في قطاع خاص بلا ربح. وما في حدا بيشغل ببلاش. بقى بتشجعيه وبتخليه تحفيزات بطريقه غير مباشره وبتقولي له نحن بنخليك تربح بس تعال عملنا هالمشاريع اللي نقدر نخلي الشباب يرجعوا يشتروا او يستاجروا فيه، لانه اليوم كمان الايجار شغله اساسيه. اكيد وبعد في شغله في دور كمان اساسي للسلطات المحليه اذا بدك بتشجيع فكره التطوير العقاري بالاسعار المعقوله. يعني يمكن بعض المشاريع بالمستقبل بتتطلب من البلديات بعض الاستثناءات بعض الرخص، وهي شعينا برا مش انه نحن عم نقترحها بلا ما نكون عارفين عن شو عم نحكي. يعني انتم مع اللامركزيه الاداريه؟ اكيد طبيعي هيدي شغله. اكيد هيدي اذا كان في مصيبه وبلا مصيبه هيدي مصيبه لحالها. لا اكيد نحن مع اللامركزيه الاداريه ونحن مع مكنه القطاع كمان، يعني يكون كل القطاع اذا بدك ممكنن بشكل انه ما حدا يتعاطى مع حدا وكل شيء يصير اذا بدك كل المعاملات، وهذا كمان حديث ثاني، كل المعاملات تصير اونلاين بطريقه الكترونيه. هيك كمان هون نحكي عن شو بيلغي المكننه، بيلغي الرشاوه، بيلغي
الاكسترا كوست الموجوده على طول بال بحسابات المطورين. بدنا ناخذ شوي فكره منك على الارض، كيف الواقع الاسعار هلا؟ لكن الاسعار تختلف بين منطقه والثانيه، مش هيك وقت يسالونا اليوم اذا في انخفاض بالاسعار، من انه اليوم الانخفاض بالاسعار عم بيكون بمعدل 50%، في مناطق ما نزلت اكثر من 25% 30%، وفي مناطق وصلت لل 70%، فمشان هيك نحن اليوم بنقول انه معدل الاسعار بلبنان نزل 50%، هلا بال 50% الموجود مين عم يشتري؟ طب بمعدل انه 50% على الدولار، عم بحكي على الدولار الكاش يعني على الدولار الفريش، ما في شيء اسمه اذا قلنا انه 50% نزلت، نعم زادت زاد الشراء؟ لا، هذا 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 بيت القصيد، انه اليوم جمل بقرش وما في قرش، صح ايه، انه اليوم نزلت هالاسعار بس ما في مين يشتري. هلا بضل في شويه لبنانيين عندهم اموال بالخارج قادرين يعملوا استثمارات لانه الوقت المناسب، هلا بضل في لبنانيين عايشين بالخارج طلع بيهم يعملوا استثمار على المدى البعيد. اليوم الاستثمار العقاري شغله مجدية للمدى البعيد تما حدا يعلق على كلامنا، على المدى القصير اكيد اليوم ما راح يكون في مستقبل للقطاع العقاري على المدى القريب، بس على المدى البعيد ما في. شو تعليقك على في فتره في كثير من اللبنانيين اشتروا برات لبنان؟ نعم، اشتروا بقبرص باليونان بتركيا، نعم، في عده مناطق. هل برايك هيدا الشيء مش صحي اكيد للبنان؟ هلا هو ما ليش بعد في هن ليهربوا لمصرياتهم يعني عملوا هيدا الشيء؟ بعد في شيء، ما هو كمان مش بس اشتروا عقارات برا، ما كمان سافروا عم بياخذونا خيره الشباب، ما يعني البلد فاضي صار، للي قادر يفل عم يفل، اللي باقي هو اللي منه قادر يفل، يا لاسباب ماديه لانه ما عنده فيزا ام لانه عنده ارتباطات بالبلد، بس اللي قادر يفل اليوم عمليا ما عم بيبقى بلبنان. نعم. ما بتقولي لي اللي عم يشتري شقه فيك تلوميه فيك 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 تلوميه، اكيد منه منيح لانه عم بحط استثماراته بالخارج، بس عم بتكون اذا بدك نوعا ما بلان دو فويت، يعني عم بيكون هو هذه خطه للهروب اذا صار واحد معه شيء، اما اذا اضطر وفي فتره عملوها ليهربوا مصرياتهم من لبنان. باول فتره كانت العمليه مجديه، يعني عم نحكي عن الشكل المصرفي، كانت العمليه مجديه لانه كان في بعض المطورين اللبنانيين عندهم مشاريع بالخارج قدروا انه ياخذوا هذه المبالغ بلبنان ويسددوا ديونهم للمصارف بلبنان ويعطوهم شقق برا. باول مرحله كانت منيحه العمليه، بس بعدين كثير ارتفعت وصارت الاسعار عم يلحقوا فيها قيمه الشكل المصرفي على الدولار الحقيقي وما عادت مجديه. واليوم انا بقول انه احسن واحد يلاقي مخرج ثاني للاموال من ما انه يشتري شقه بالشكل المصرفي خارج لبنان لانه بتكون خساره. حسب معلوماتك بطل في حدا عم يقبل بالشيكات المصرفيه بالقطاع العقاري بلبنان؟ اليوم بالقطاع العقاري بلبنان المطور اغلبيه المطورين، في يعني قلت 90% من المطورين ما بقى عم يقبلوا الشكل المصرفي، واذا اللي بيقبل لك اياه بيضربوا ب 5.2 اللي هو قيمه الشيك على الدولار، بقى اليوم ما له طعمه، بقى الشكل المصرفي ما عاد موجود بالقطاع العقاري. نعم. بدي اسال كمان عن موضوع، بنعرف قد ايه في مشاكل، لا قادرين الناس يشتروا ولا قادرين يستاجروا، في مشاكل عم تصير كثير هذا بين المستاجرين والمالكين، ففي قانون عملوه هو قانون الايجار التملكي، شو رايكم فيه وليش بعد ما نبت فيه؟ قانون الايجار التملكي طلبنا فيه لعده سنوات قبل الازمه، وبقول لك انه محطوط بلجنه فرعيه من سنه 2012 عم تدرسه ولليوم بعد ما اقر. هيدي الهمه، يعني الهمه الاولويات اللي عندنا اياها بالبلد اللي موجوده بمراكز القرار لسوء الحظ، مشان هيك نحن بنطلب بالتغيير الشام والتام يجينا ناس بتعرف شو الاولويات واذا بدك بتنتج الانتاج. نعم. الانتاج التشريعي شغله كثير مهمه. بقى هيدا القانون اليوم مش وقته، بس هذا قانون مهم جدا، مهم وبحل مشكل بس اليوم. نعم. المشكله انه انت بشو هو الايجار التملكي اليوم؟ بتعملي عقد ايجار، انت بتدفعي في ايجارك حسبي على 3 سنين، وبخلال هال3 سنين انت بحق لك باي وقت من هال3 سنين انك تاخذي الخيار انك تشتري الشقة اللي انت مستأجرتيها، وبكون السعر محددتيه بعقد الإيجار من هلا. نعم. المشكلة عدم إمكانية اليوم تحديد قيمة الشقة لأنه
من ميلي صاحب الملك بيقول انه بعد كم سنه يمكن بدها ترجع تعلى الاسعار، واللي عم يشتري عم بيقول يمكن من هلا لسنتين ترجع تنزل الاسعار. سو اليوم تحديد السعر هو المشكل، هو المشكل. مشان هيك هلا بهالوقت بالذات هيدا يعني الايجار التملكي ما بحل المشكله اليوم، بس وترجع تثبت الامور شوي اكيد ضروري يكون عندنا تنظيم للايجار التملكي يكون موجود، لانه من احد الحلول اللي بنقدر نعتمدها بالمستقبل. بعد عندي سؤال، هول المطالبات يلي حكيتهم وصلتوهم للمسؤولين؟ اكيد وصلناهم وعلى طول بنحكي فيهم. هلا انتبهي كمان الطلبات اللي كانت قبل تغيرت عن الطلبات لهلا، يعني قبل ما كنا مركزين كثير على الاسعار المعقوله والافوردبل هاوسينج، كان في اكثر مدن اذا بدك ديون مطورين، كان في اكثر مشاكل العلاقه بالقروض. اليوم صرنا بغير مرحله، اكيد عم نوصلهم بشكل مباشر وغير مباشر. هلا باخر سنه ونص كانت صعبه من وراء الكورونا والازمات وعدم وجود حكومه وعدم وجود مسؤولين وكل الامور اللي بتعرفيها، بس على طول صوتنا عالي وما رح نوقف نطلب. انا بدي شغله، انا ما بوقف، رح ضلني اكيد لازم اللي بيسمع بيسمع ولا بيسمع ما يسمع، بس نحن رح نضلنا نطالب عبر الاعلام، عبر الاجتماعات، عبر المؤتمرات، عبر الندوات، عبر اللوبينج اللي بدنا نعمله. رح نضلنا اخر شيء كون اكيد بنوصل لنتيجه. نحن ايماننا كبير بالبلد ان شاء الله، بعدنا هون لانه عندنا ايمان انه بعد فينا ننتج اذا بدك طبقه جديده، طبقه تكون واعيه لهموم الشباب، للامور السكنيه والمعيشيه اللي عايشينها بالبلد. في كمان شغله انه بيحكوا دائما عن انماء متوازن، بس ما بنشوف انه في طلب على الشقق بالاطراف، دائما يكون الطلب ببيروت وبجبل لبنان عنا. كيف فيهم يحلوا هاي المساله؟ لانه يمكن بالاطراف يمكن يكون اسعار يعني اكيد اقل من هون بنحكي نرجع على الديسنتراليزاسيون، يعني لا مركزيه، ولا مركزيه بتجي مش بس المركزيه الاداريه بس كمان بدها تكون بالانفراستركتور بالبنى التحتيه. اليوم وقت تعمل بنى تحتيه انت بتخلي لكل المناطق تكون كل المناطق متساويه، كل مناطق عندها كهرباء، كل مناطق عندها اقتصاديات، كل مناطق عندها اقتصاديات، كل مناطق عندها ما هو يلزم انه يقدر يكون تكوني بمنطقه طبيعيه. لا بتصير خصوصا اليوم بعد الكورونا صار في العمل الافتراضي، صارت الناس عم تشتغل من بيوتها. هذا الموضوع بيساعد كثير، بس يعني كمان حتى لو كان بدها تجي على العاصمه او على المدن، ساعات اللي بتخلقي لهم طريق ما عليها عجقه وما بدهم ياخذوا، بده ياخذوا مشوار ساعتين تيقدر يوصل على شغله، ام اذا بتخلقي لهم اليوم يعني ترانسبور كما نقل مشترك، نقل مشترك ضروري اليوم باغلاء البنزين وعدم الامكانيه دفع سعر المحروقات. ساعات الدوله بتقوم بكل هالامور مبلا بيصير في طلب. وانا بقول لك هلا في كثير ناس بتقعد بالمدينه وما بتحب تقعد بالمدينه ولا بتلوث المدينه ولا بعجقه المدينه، بتتمنى ترجع تقعد ببيتها. وانا واحد من الاشخاص قاعدين بعمشيت، رجعي انا ما بقعد ببيروت، قاعدين بعمشيت، بس انا ما بقدر اجي كل يوم ساعه ونص على الطريق بالمجي وبالرجعه، صعبه، بياخذ من وقتك ومن من من نشاطك. يعني بدها سياسه بدها سياسه. اعملي اليوم لبنان بلد صغير، اذا بتعملي فيه طرقات، نعم، بتعملي فيه اذا بدك انفراستركتور بنى تحتيه مضبوطه، بصير اكبر مشوار بياخذك 40 دقيقه، يعني هيدي اللي قاعد باخر الدنيا بصير ياخذوا 40 دقيقه، بس بدك هالرؤيه باعاده النظر بكيف مقسمه البنى التحتيه، كيف شو الاولويات، اللامركزيه بكل معناها، بكل معناها مفيدة. مفيدة. انا ما ضروري انزل ولا نهار على المدينه تعامل معامله اللي عندي اياها، لانه في لامركزيه والمكننه. وقت يكون عندك مكنه الاي جفرمنت، اليوم الاي جفرمنت الحكومه الالكترونيه، مش بس بالقطاع العقاري، بدفع الضرائب، بالمعاملات، بكل شيء، ما ضروري تروحي لمحل توقف بتريح المواطن بكل ها بتحل مشاكل كثير كبيره، وخصوصا نحن بالازمه اللي نحن فيها بقصه المشاكل اذا بدك الانتقال وكلفه الانتقال. اليوم انت قاعد ببيتك بكفي بس يكون عندك انترنت، امنوا انترنت لهالعالم، بيشتغلوا من بيوتهم، بيدفعوا ضرائبهم من بيوتهم، بيقوموا بجبيتهم من بيوتهم، كل شيء بيصير هيك. حان الوقت ما بقى نتهي، يعني اليوم نحن كل شيء بنسمعه انه ما قدرنا وفلان ما خلينا ونحن ما قدرنا. وانتبه ما عم بتقد حدا معين، وانا عم بحكي عن كل الطريقه، انه على طول في عراقيل،
تعال كلنا نحط نية، كلنا نقول انه بدنا نعمل هذا الموضوع. ايه وفي انا بقول لك الخارج مستعد انه يساعدنا، برا عملت هالانفراستراكشر قادرين نطبقها هون، قادرين حتى يساعدونا انه ما نرجع نبلش عن جديد. نحن مش عم نساعد حالنا. بس نحن عم نساعد حالنا يعني نحن نحن لازم نساعد حالنا ونعرف انه اذا بلشنا ناخذ اذا بدك المنحة، هذا المنحة اللي بيطور لنا بلد جديد وعصري، رح كلنا رح ننبسط. حتى اليوم اللي ما عم بيخل يعني اللي ما عم بيقوم بهذا الموضوع نهار رح يشوف قديش رح هو يرتاح ورح اكيد يسهل الامور كلها بالدوله، رح اقول يا ريت عملناها من زمان. شكرا لك استاذ وليد موسى نقيب الوسطاء والمستشارين العقاريين بلبنان، شكرا لك على كل هالايضاحات. وهيك وصلنا لختام حلقتنا من راوند اب الاقتصاد، ملتقينا الاسبوع الجاي بنفس الموعد، كونوا معنا، الى اللقاء.